أول خطوة طريق الكفاف نعمل إيه؟ يا طريقتين، طريق الكفاف أو طريق الصف البسيط، حد الطريقتين. بالنسبة للمسألة زي دي، أول حاجة بجيب لي في المقدم إيه؟ عبارة عن A B C D E F G H I. بجيب لي في المقدم. بتوقع الصف الاولاني بقول موجب سالب موجب، باخد الايه اشطب عمود الصف، هتديني محدد اف اتنين عباره عن اي اي ناقص اتش اف ناقص دي، اشطب عمود الصف تدينا دي اي ناقص جي اف، ده الشيء نفسه، زائد سي اشطب عمود الخط تدينا دي ايه دي اتش ناقص دي جي، والكلام ده لازم ما يساويش زيرو، عشان لو سوى زيرو ما ينفعش. هقولها تاني، ايه في اي ناقص اتش اف ناقص بي في دي اي ناقص جي اف، دي اي ناقص جي اف زي سي دي اتش ناقص اي. نعم. دي طب دي يا بي دي اي ناقص جي اف كده صح؟ الخطة اللي بعدين علشان اجيب ايه ماينس 1 بقسم على كلمة المحدد، مصفوفة كبيرة بجيبها كوفاكتور مع عملية التبديل، يعني بعملها ترانسبوز، يعني بجيب الكوفاكتور مع عملية الترانسبوز ان انا اعمل لها الصف يبقى عمود والعمود يبقى صف، بس في قاعدة اشارات بضيف عليها، قاعدة الاشارات هحطها جنبي، زائد ناقص زائد ناقص زائد ناقص زائد ناقص زائد، ماشي مرة موجب مرة ثاني. يبقى ازاي بجيب المعكوس؟ أول حاجة بجيب تلت المحدد. المفروض تلت المحدد ما يساويش زيرو، عشان لو ساوى زيرو بيدينا انفينيتي، يبقى المصفوفة مالهاش معكوس. الخطوة اللي بعدي بعمل إيه في قاعدة الإشارات؟ بضرب في الإشارات دي كل واحدة في مكانها، يعني لو كمية اتنين، اتنين في موجب بتدينا اتنين. اف ناقص 2 يبقى ناقص زائد تدينا برضه ناقص. هنا ناقص اف طلعت ناقص 3 هتدينا موجب 3. وبعمل عملية تبديل صف بعمود. شوف هعملها ازاي، بعملها خطوة واحدة. باجي اخد أول إيليمنت ببدأ أشتغل عليه. بعمل إيه؟ بقول بصف عمود الصف وأجيب تلت الكوفاكتور بتاعه. يبقى بتدينا عشان تطلع عمود الصف ما باخدش رقم ايه اضرب فيه. يعني باخد بس مكان وصف عمود وصف. باخد المصفوفة المحددة اللي هي 2 في 2. هقول دي عبارة عن اي اي ناقص اتش اف ومحطها هنا اهو. اي اي ناقص اتش اف. هنا قبلها اشارة ناقص، خد بالك. بمشي بالعمود. دخلت أول واحدة، باخد اللي بعديه. دي. وكل عمود هيبقى صف، بعملها في خطوة واحدة. بقول دي بشطب عمود الصف تدينا بي اي ناقص اتش سي، شوف مكانها هنا، مبدلاها حطها هنا. يعني العمود اعمله صف، ممكن اعملها في خطوة واحدة، ممكن اعملها في خطوة اتنين. يبقى هقول تاني باخد دي بشطب عمود الصف تدينا بي اي ناقص اتش سي، ومقايلة بي اي ناقص اتش سي. اهي شطبت ادتنا بي اي ناقص اتش سي. هاخد الشيء وحتى قبليها اشاره ناقص. نمشي مثل العمود اعمله خط. تي جي اشطب عمود الخط ادتنا بي اف ناقص اي سي. بي اف ناقص اي سي. ناخد بعد كده تاني واحدة.
هنا ناقص هنا زائد هنا ناقص زائد ناقص زائد بعد الاشارات. باخد بعد كده تاني واحدة في العمود الأولاني العمود الثاني أشوف عمود الفقر الدالة دي أر ناقص جي إف دي أر ناقص جي إف هحطها هنا اللي في النص تفضل مكانها تديلها إيه أر ناقص سي جي وبعدين اللي هنا بتدينا AF ناقص CD بدل العمود الأخير C بتدينا DH ناقص EJ DH ناقص EJ اللي هنا هشوف عمود الفصل تدينا EH ناقص BJ والأخيرة تدينا AE ناقص BD عملية سهلة بس هي دلوقتي العمل بالرموز لما الأرقام تبقى أسهل كتير من الرموز عملها لك دلوقتي بالأرقام عملية سهلة مش صعبة نعم أهي من هنا تشتغل عمود وسط أهي AI ناقص زي ما تشتغل عمود الفصل. وبعدين تاخد بالك من طرف الاشارات، كل عمود يبقى فصل، كل فصل يبقى عمود. في ناس تعملها على خطوتين، ملهاش لازمة. يعني تعملها الأول وبعدين تبدلها. هعملها لك المسألة دلوقتي هي العملية دي. وبعدين هقول لك طريقة تشوفها على الكالكوليتر ازاي تتأكد صح ولا غلط. تبان على الكالكوليتر على فكرة. نقلته تنقله بقى هي بس لما حتى الموت صعبه الارقام اسهل كتير مش صعبه الارقام نعم انا وقت دي دي اي ماينس اف جي مش انا شايفه اي واحده قالي تقولي صف اي عمود تاني اول واحده في الصف الثاني صف تاني عمود اول صف دي طيب دي جايه من هنا دي اي ماينس اهي جايه من هنا دي اي ناقص جي اف دي اي صلح هو جي اف دي اي ناقص جي اف صح مختلفتين معكوس المصفوفة ايه بتساوي؟ شوف بتكتب ناقص اتنين ناقص اتنين سبعة أربعة ثلاثة ناقص اتناشر ناقص واحد زيرو اتنين على فكرة بالطريقة دي ما اقدرش ادي محاضرة مش عايز صوت خالص مسألة غلط في الكتاب هصلحها لك وهصلحها للأرقام بعد كده الأرقام اللي هصلحها مش زي الكتاب الكتاب غلط هصلحها للكتاب بس بعد ما احلها ناقص 2 ناقص 2 7 4 3 ناقص 12 ناقص 1 0 الطريقة الأولى لو سمحت مش عايزة الصوت لو سمحت الطريقة الأولى بجيب نمط المحدد محدد إيه؟ عبارة عن ناقص اتنين ناقص اتنين سبعة أربعة تلاتة ناقص اتناشر ناقص واحد زيرو اتنين هجيب نمط المحدد زائد ناقص زائد هتساوي ناقص اتنين في ستة ناقص اتنين في تمانية ناقص اتناشر زائد سبعة في زيرو زائد تلاتة تدينا ناقص اتناشر ناقص زائد تمانية
زائد 21 زيها واحدة كده مش مضبوط ناقص 2 في 6 زيها واحدة زائد 2 زائد 2 يبقى تديها ناقص 20 تدينا 1 كم المحدد 1 المحدد واحد ايه ماينس 1 بتساوي 1 على 1 عشان ما اعرفش لو موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب حاول تاني مبدا الموجب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب يعني حتى المجرد تاني سالب تعال نمشي اول واحد تدينا ناقص 2 تدينا 6 اهي 2 في 3 6 ناقص 0 هات تاني واحد 4 تدينا ناقص 4 اي 4 شطبت عمود الفرح ادت ناقص 4 يبقى تدينا ناقص 4 هناخد الثالثة تدينا نشطب عمود الفرح تدينا 24 ناقص 21 اي 24 ناقص 21 تدينا 8 عمود ثاني اول واحدة ناقص 2 شطبت عمود الفرح ادتنا 6 6 ناقص 0 تاني واحدة شطرت عمود الصف ادتنا ناقص 4 ناقص 6 وديها ناقص وبعدين ناقص 1 ادتنا 24 ناقص 21 3 بعدين هاخد دي هشطب عمود الصف تدينا 8 8 ناقص 12 8 ناقص 12 ناقص 4 هاخد دي هشطب عمود الصف تدينا ناقص 4 زائد 7 تدينا 3 اهي تاني لا دي واحده من يبقى ناقص 4 و4
Thank you.
هذا ما عطوه في التاني زي الاثنين تكتب في التاني يبقى الدخل اللي عقيد في اثنين هجمعه على اثنين صفر ناقص صفر بصفر صفر يبقى ناقص ناقص واحد بعدين ناقص اثنين واثنين صفر بعدين عندي ناقص ستة واثنين ناقص أربعة بعدين ضربة في اثنين ناقص أربعة يبقى ناقص ثلاثة ضربة في اثنين تحت يبقى ناقص أربعة بعدين عشان الخط الفوقاني هقول ثلاثة أو ثلاثة زائد أر واحد تروح لأر واحد يبقى تدينا ناقص اثنين وبعدين عندي صفر ناقص ثلاثة وثلاثة زيرو وبعدين عندي ضربة الأخير في ثلاثة ناقص تسعة وثلاثة ناقص اتناشر ضربة الأخير في ثلاثة ناقص ستة ناقص اتنين ناقص ثمانية وضربة الأخير في ناقص ثلاثة ناقص ستة بعد كده آخر خطوة الكلام ده كان المفروض يجي في الميلان حيث الـ X3 بتساوي تدلل y1 y2 y3 نبدأ
نبدي بالمطلوب. X بتساوي A-1 في Y. X اللي عبارة عن X1 X2 X3 بتساوي
تدينا هنقرا كده هتدينا اكس 1 اكس 2 اكس 3 هيساوي لما اضرب هتدينا 6 واي 1 زائد 4 واي 2 زائد 3 واي 3 هضرب عمود في فص تاني واحد هتدينا 4 واي 1 زائد 3 واي 2 زائد 4 واي 3 والاخير هتدينا 3 واي 1 زائد 2 واي 2 زائد 2 واي 2 يبقى دي اكس 1 بتساوي اكس 2 بتساوي اكس 3 بتساوي كذلك واي 1 واي 2 واي 3 حاول تاني تقراها كده ادي اكس 1 وادي اكس 2 وادي اكس 3 عبرنا عن اكس 1 اكس 2 اكس 3 كذلك واي 1 واي 2 واي 3 نعم لا بس لو قرناها كده هيقراها بقى يبقى اكس 1 بتساوي 6 واي 1 زائد 4 واي 2 زائد 3 واي 3 اكس 2 بتساوي 4 واي 1 زائد 3 واي 2 زائد 4 واي 3 والاخيره اكس 3 بتساوي 3 واي 1 زائد 2 واي 2 زائد 2 واي 3 تعالوا بقى نحل المعادله اضربها في فين؟ معكوس يا اما يبقى الطرف ده
دي ادي القانون بتاعي ما بعترضوش احنا بس نتفق. قانون تاني المعادله عباره عن ايه في اكس ايكوال بي. انا عايز اعرف الاكس بكام يبقى لازم اخلص من الايه؟ مفيش اسمك الاسم خلاص عندي معكوس يبقى طلعت طرفين في ايه ماينس 1 من الطرف ده اكيد ما عملتش حاجه. ايه ماينس 1 في ايه بار؟ ار في اكس هتجيب لها واحد في اكس تدينا اكس بتساوي ايه ماينس 1 في بي. تعالوا نشتغل يبقى لازم اجيب ايه ماينس 1 ادي ايه؟ عباره عن 2 4 1 ناقص 3 زائد ايه ماينس 1؟ تغيير كده المحدد، المحدد ناقص 6 ناقص 4 ناقص 10 ناقص 6 ناقص 4 ناقص 10 بطلع دي فوق والغرز دي تحت وناقص 3 و2 وسالب 4 وسالب 1 جبنا المعقول. أو التاني ما تكتب المحدد ناقص 6 ناقص 4 ناقص 10 بطلع دي فوق ونزل دي تحت واضرب دي في ناقص ودي في ناقص يبقى الحل بتاعي عبارة عن اكس اللي هي عبارة عن اكس بتساوي ايه ماينس 1 في بي اكس اللي هي عبارة عن اكس وواي ايه ماينس 1 اللي هي ناقص 1 على 10 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 1 و2 في بي اللي هي عبارة عن 7 و1 تدينا اكس وواي تدينا ناقص 1 على 10 حضرة ناقص 21 ناقص 4 تدينا ناقص 7 زائد 2 تدينا ناقص 1 على 10 في ناقص 25 وناقص 5 يبقى اكس بتساوي ناقص 25 على ناقص 10 وواي بتساوي ناقص 5 على ناقص 10 تدينا 2 ونص ودي تدينا 5 ادي الاجابه ادي اكس ودي واي المسائل دي جت في كام؟ اكس وواي بتساوي ايه ماينس 1 في بي اضرب بقى ناقص 1 على 10 اضرب صفف على النص تديها ناقص 21 ناقص 4 وبعدين صفف على النص ناقص 7 زائد 2 عددنا ناقص 25 وناقص 5 مقسوم على كام؟ على ناقص 10 يبقى اكس ادت ناقص 25 على ناقص 10 واي ادت ناقص 5 على ناقص 10 ادي الاجابه بتاعتي اقرا صفوا مع النوت يا ابني صفوا مع النوت الحق يا رقم 6 ناخد مسألة أصعب كده في الأمثلة مثال صف 30 did that.
مسخرة. هنيجي نكتب المعادلة تحت عشان نفرق على الناس دلوقتي غير المعادلة. هنيجي نقول نكتبها عندي متغيرات ثلاثة في الـ X Y Z. بس متغيرات X Y Z. يبقى لازم تكون ثلاثة في الـ المية فكرت في مسرحية الزعيم. بقول 2 X زي 3 Y ناقص 1 Z بيساوي ناقص 3. والثانية X ناقص 4 Y زي 2 Z بيساوي 5. والأخيرة 3 X زائد Y زائد 3 زائد إيكوال Y. يبقى كده إنها A في X إيكوال B. تمام يا إخوانا؟ لا صح ده لا صح بس عارف الكتاب صح وطالع
3 اشهر معقول الخمس بتزيد 3 ناقص 6 ناقص 4 يبقى موجب 4. اللي في النص هتدينا 6 زائد تدينا 6 زائد 3 9 يبقى تدينا 9. غلط. الأخيرة دي تدينا 4 زائد 1 5 يبقى 6. اصبت الاول والثاني والثالث اصبت تحتي.
ماشي بايه؟ لو عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل يساوي المن اللي هو الرتبة يبقى ده حل وحيد. هقول تاني، لو عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل يساوي رتبة المرفوفة بتاعتي، يبقى على طول ده بيدي حل وحيد زي ما شفنا. دي اكس بكام وواي بكام وده بكام. لو عدد المعادلات أقل من عدد المجاهيل، يعني المجاهيل أكثر من المعادلات، يعني عندي ثلاث وعندي ثلاث مجاهيل في معادلتين، المفروض ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل، يعني بيكون عندي ثلاث مجاهيل في معادلتين، في حالة ما يبقالهاش حل وحيد يبقى ليها أكثر من حل. يبقى دلوقتي لو عدد المعادلات أقل من عدد المجاهيل، يبقى المجاهيل أكبر. في الحالة دي يوجد عدد لا نهائي من المجاهيل اللي هو بيتقال عليه فاينايت سوليوشن. ولو كان عدد المعادلات أقل من عدد المجاهيل، كان عدد المعادلات بيكون أقل من عدد المجاهيل وأقل يعني لقيت بتطلع باثنين المفروض عدد المجاهيل بثلاثة، يبقى بيطلع مور ذان وان سوليوشن، يبقى بيطلع شكلها ايه؟ مور ذان وان سوليوشن. بعدين انا عندي الـ A والـ B، ادي الـ A وادي الـ B، لو الراتب بتاع الـ A ما سويهاش الراتب بتاع الـ A دي، يعني الراتب بتاع الـ A والراتب بتاع الـ A دي في الثلاثة واللي على بعديها الثلاثة، هنشوف ازاي. في الحالة دي نون سوليوشن، مفيش حل خالص في المسألة، يعني أنا باخد الـ A والـ A دي كلها بالأرقام حواليك دلوقتي فاهمة إيه معناها. لو الراتب بتاع الـ A ما سواش الراتب بتاع الـ A دي، الراتب اللي هي عدد الصفوف بس صفرية، ما سواش الراتب بتاع الـ A دي، يبقى مفيش سوليوشن خالص، يبقى نون سوليوشن. يبقى عندي كام نوع من المسائل؟ ثلاث مسائل، لما تكون مور ذان وان سوليوشن، لما تكون نو سوليوشن، لما تكون وان سوليوشن. ايه بقى الكلام ده كله؟ هفهمك انا بعمله ازاي في المسائل. نعم؟ اكثر من واحد، اتفضل. لا ده انا قبل الدكتور خالد. دي الحالات دي امتى؟ هقول لك، لو عندي خطين متراكعين بدي حل وحيد. لو عندي خطين متوازيين مفيش كلام خالص. لو عندي خطين منطبقين ما عندي لا نهائي من الكلام. يبقى هما ثلاث حالات، خطين متقاطعين نو سوليوشن، خطين متوازيين نو سوليوشن، خطين منطبقين مور ذان وان سوليوشن. أكثر من حالة. تعالى بقى نسلم بالله نشوف مسألة، نبدأ بالمسألة. بالك علينا دخلنا عليك مور ذان وان سوليوشن بطريقة الصف البسيط حل المعادلات. شوف بقى ازاي، باخد دلوقتي
دي معناها يساوي وزن الكوب. دي معناها يساوي. عارف حد يقرا البارتيشن ماتريكس المقصوفه الموسعه؟ هكتب مقصوفه بالمقصوفه الموسعه. انا عندي لو اكس واي زد. اول ايكويشن 2 اكس زائد 3 واي ناقص 1 زد يساوي ناقص 3. ايه ايه؟ الواحدة اكس ناقص 4 واي زائد 2 زد بيساوي 5. والاخيرة 3 اكس زائد واي زائد 3 زد بيساوي 1. وده الحل تاني. الحل تاني حل لان في منا واحد في المكانين. هنبدا بكده طريقه المعكوس. هنلاقي دلوقتي طريقه الصف البسيط. تعالوا بلاش نقول. بسمي الاولى صفوه تحتين. او الثاني ادي ده ماتريكس اسمه ايه؟ وده كله على بعضه ايه دي؟ ده اسمه ماتريكس ايه؟ ده كله على بعضه اسمه ايه دي؟ تعالوا نشتغل. بسمي الاولاني صفوه تحتين. زي ما قلنا نضرب اي رقم ونشتغل، بعدين نثبت تاني واحد صفر تحتين. ثبت الاولاني صفر تحتين، حتى الاولاني هقول ار1 ناقص 2 ار2 تروح لار2. هتدينا. ثبت الاولاني يبقى 2 3 ناقص 1 ناقص 3. عشان اصفر ار1 ناقص 2 ار2 يبقى 2 ناقص 2 ب 0. 3 زائد 8 ب 11. ناقص 1 ناقص 4 ناقص 5 ناقص 3 ناقص 10 ناقص 13. عايز اصفر ده. حضرتك 3 يبقى 3 ار 1 ناقص 2 ار 3 تروح لار 3. حضرتك 3 واضرب ده في ناقص 2. تدينا 6 ناقص 6 ب 0. تدينا 9 ناقص 2 ب 7. تدينا ناقص 3 تدينا ناقص 3 ناقص 6 ناقص 9 تدينا هتدينا يبقى ثابت الاول والثاني يبقى 2 3 ناقص 1 ناقص 3 وبعدين تدينا 0 11 ناقص 5 ناقص 13. عشان اصفر ده هضرب ده في 7 وده في ناقص 11 يبقى 7 على 2 ناقص 11 على 3 تروح لار 3. نعم. لا لا هي كده ثبت الاولاني صفر تحتين ثبت اول اثنين ثبت صفر تحتين. لا لا دي ثانيه بنخليها اي عشان تصفر كله تحت. الثالثه نخليها اي فلازم تبقى واحد فيها صفار بعدين بنبص واحد فيها صفار الاخيره واحد وليها هنا لا ثبت الاولاني اصفر ثاني واحده اصفر بس. الخطوه اللي بعدين تدينا صفر صفر تديني ناقص 35 زائد 99 تديني 64 تدينا ناقص 91 زائد 121 تديني 30. خدها من فوق لتحت من تحت لفوق. تعالوا نبص عليهم. خلصت ليه؟ دي تحتها اصفار خلصت. الراتب التعليم كام؟ من هنا ليه الراتب التعليم عدد الصفوف ده الصفرية بكام؟ واحد اثنين ثلاثة ركز على ايه ثلاثة ركز ايه دي كلها برضه واحد اثنين ثلاثة بيساوي ثلاثة الاثنين قد بعض عدد المجاهيل برضه واحد اثنين ثلاثة بيساوي عدد المجاهيل تبقى وان سوليوشن. هقول تاني ركز على ايه كام عدد الصفوف غير صفرية بكام؟ واحد اثنين ثلاثة ركز على دي كله واحد اثنين ثلاثة وعدد المجاهيل بكام؟ ثلاثة إذا لازم تكون وان سوليوشن. نبدأ نكتب الحل من تحت لفوق نكتب أدي إكس أدي واي أدي زد ابدأ اكتبه. هتقول تاخد من تحت لفوق 0 إكس زائد 0 واي زائد 64 زد يساوي 30 يبقى زائد بيساوي 31 على 32 صح. هناخد الصفر اللي بعدين 11 اي واي ناقص 5 زائد يساوي ناقص 13. عرفنا الزائد نعرف الواي يطلع 31 على 32. هنطلع فوق خالص 2 اكس زائد 3 واي مع
رجعت انت حاطط الكاميرا 0 اكس رقم تحت لفوق 0 اكس زائد 0 واي زائد 64 زائد 35 يبقى زائد بكام؟ 31 يساوي لا سوري 15 على 32 كده انتهت المساله بنفس طريقته. هحاول تاني لو ده بتاع الايه سواء ده بتاع الايه دي سواء عدد المجاهيل يبقى مجاهيل وحدود حطها ده بتاع الايه سواء ده بتاع الايه دي يساوي عدد المجاهيل. هو ايه الرد؟ يبقى وصل ايه؟ هو ايه اللي بتقول عليه ده؟ رد بتقول ايه؟ ما بيجيش الامتحان الرنج. ايه الرنج ده اللي هو المثلث يعني؟ يعني مش هتيجي تاني صح؟ صفحة ايه؟ كده معناها جت في الامتحان. ناقص واحد ناقص واحد يجوا البنات. بس انت الكوره فوق
سنين انا قلت لك الوان زائد 4 سنين ضرب 4 سنين ضرب 3 و 3 زين 9 1 ناقص 1 8 ناقص 6 ناقص 1 ناقص 7 ناقص 6 ناقص 3 ناقص 3 سدد ال 8 صفر تحتيها 1 ناقص 3 2 2 زيرو 8 ناقص 7 ناقص 6 هقول ار 2 ناقص ار 3 تروح لار 3 صفر ناقص صفر 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 ناقص 3 تعالوا بقى ركز عليه كام؟ اوبا ركز عليه دي ايه دي كل ده؟ خلاص يا حاج واحد